ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير ان شاء الله. انا وليت معكم مع فيديو جديد، فيديو تاع فيت فيت، يعني ماكله تاع فيت فيت. راح ندير لكم سباغيتي، سباغيتي هذا اكسبريس، يعني سباغيتي تاع تمتم، يعني ما يطولش في الاخر ويجي بنين بزاف. يحبوها انا ولادي، ماشي لي بالمرقه بزاف والاخر. تبعوا معايا وما فيش بزاف يعني المقادير. عندنا حبه بصل، حبه طوماطيش، زعتر، جوج وريق قطران، والثوم. عندي هادو الاعشاب العطريه، عندي شويه ستر تاع الدجاج اللي عنده جناحتين اللي ما عندوش ما يديرش، وعندنا المقله اللي نديرو فيها. ها نحكمو قبل نقطعو السكالوب تاعنا، نبداو نقطعو قبل السكالوب تاعنا باش نحطوه يتوسع يتحمس شويه في الزيت. هكذا نقطعو هكا تيدي هكذا، يعني باش كل واحد ليا كل يصحي له شويه هكذا. يعني ما يصحش العبد حاجه شويه حتى قليله هكذا هكذا. هاي كيما تشوفوا البنات نحطوه من هنا، عنده مقلاة هكا غامقة يديرها هنا في هذا السكالوب تاعنا كيما راكم تشوفوا. هكذا نزيد هذاك اللي قاعد هنا هنا كنت حنزيدو كاع، نخليه عندي لي حاجه حنديرها فيها بركه. هكا نديرو شويه زيت، نديروش بزاف زيت، نديرو شويه زيت هكا باش يتحمس لنا برك. هكذا غير شويه راكم تشوفو، نحطو على النار هكذا. خصنا نديرو له شويه، نديرو له الملح، نديرو له شويه نديرو له الملح، ديرو شويه ملح تكتروش باسكو مع الاخر راح ديرو الشيدار ولا يحب يدير من الفوق هذيك ما ديروش بزاف. هكذا زيت سباغيتي تاعنا نغلو في الماء والملح، نديرو شويه فلفل كحل هكذا هكذا ونخلو يتحمس. نشعل عليه هكذا، نخلو يتحمس، نغطو عليه ونخلوه. هو كي يتحمر بيان هو هذاك هو البنات على الطلاطم تاعنا تاع سباغيتي. عندنا هنايا كيما كتشوفو حبة بصل كلش مقشر، ناخدو طقسي هكذا هكا ونربيو فيه الوسمو تاعنا، نربيو فيه البصلة، نديرو حبة بصل عافي الطون اللي راهو يتحمص فيه الدجاج، نربو البصلة والثوم تاعنا وحبة طوماطيش هاديك. وصفه سهله يعني سباغيتي ما كاينش اللي ما عرفش يديرو صح، يعني هذا يجي تمتم ويجي بنين ثاني، كيجي خفيف ماشي يجي مقزل هكذاك، مالغري كي يقعد حتى لعشيه ما يجيش مدكس مقزل. السر تاعو ثاني كانو سباغيتي ما يطيبوش العبد مليح باش ما يتواسناش ما يتعجنناش. شوفو بتيت صوص برك كيما راكم تشوفو، هاي البصله تاعنا هنا، نزيدو نربو الثوم ونربو طوماطيش. شوفوا البنات راني ربيت قدامي البصله طوماطيش والثوم، وعندنا هنا الرمل الزعتره. نشوفوا كيف كيف البولي هذاك، شوفوا كي يتحمس، شوفوا كيف هكذا. هذا اللي نحبو حنايا، نحبو يطلق مزيان البنه تاعو في الزيت هذاك. دوك نزيدو عليه هذيك الثوم، هذاك البصل تاعنا هكذا
والثوم والطوماطيش، يعني نديرو كلش، الورق تاع الروند والزعتر هكذا كما راكم تشوفوا هنا، كلش على جهه هكذا، ونخلطوهم ونزيدو عليهم العكري، باسكو العكري اللي مازال ما درناهش هنا، نضيفو عليهم العكري وطوماطيش تاع البايض باش نخلوها تتحمس معاهم باش ما تعطيناش القروصه، باش نحلها القروصه. ها هو العكري تاعنا، نديرو شويه عكري هنا هكذا، هذا العكري، درنا العكري تاعنا، نزيدو له طوماطيش تاع البايض كيما راكم تشوفو البنات، هاو هنا هاهم هنا، نخليهم على النار هكذا، نزيدو لهم طوماطيش تاع البايض هكذا، لأن الطوماطيش تاع البايض كي تتحمس مليح نحلنا القروصة تاعها، يعني ما تجيش حمرا هكذا هكذا، ونديرو شويه هذوك الأعشاب العطريه كيما راكم تشوفو، واحد الريحه ما نحكيلكمش، هكذا خلوهم البنات كاع يتواصلوا مع بعضهم، يتحمس مليح، يطلق الماء تاعو بيان، كي نشوفوه يتحمس مليح البنات نديروا له كاس تاع الماء سخون، ونخلوه حتى يطيب الدجاج تاعنا، في نفس الوقت نروحو نغلو سباغيتي تاعنا، راكو تعرفوا سباغيتي باينه الماء والملح وشويه زيت، نغلو سباغيتي تاعنا، مي ما نغلوهاش طياب كومبلي، يعني نغلوها نقولوا 80%، يعني ما نغلوهاش 100% وما نغلوهاش 50%، 80% لانها ما حش طبول هنا، يعني خلطه زوج خلاص ونطفولها.
كاولين البنات شوفوا لاصوص تاعي فيها غير بتيت صوص وما سباغيتي تاعي ها هو يديروا سباغيتي حبيتو ديروا معقرون ها هو هنايا ها بعد ما صفيتو قلت لكم 80% طياب يعني ما يطيبش كاع هكا نرميه في هذيك نرميه في هذيك لاصوص تاعنا ونحاولوا غير نقلبوا هكا نقلبوا هكذا هكذا كما راكم تشوفوا غير هكذا ونخلوه شويه بس ما يتواسى كلش كيف كيف ونقدموه كما راكم تشوفوا يعني ساهل وما يجيش فيه المرقه بزاف يعني غير حاجه خفيفه كما راكم تشوفوا هكذا شوفوا الجوش تاعنا يعني تمتم يطيب هذاك السدر شي حاجه اللي يطول هكذا هذا زيد ديروا له شيدر من الفوق ولا فرماج بلون ولا يجيب لنا ما نحكي لكمش جربوه كي تجربوه ترجعوا لي بالخبر هكذا كما تشوفوا البنات نغطي عليه نخليه غير شويه ونقدمه معكم ان شاء الله في صحن التقديم كيما نكملوا البنات هكذا كي نجيو حنطفوا له نديروا قطره زيت الزيتون كما راكم تشوفوا شوفوا كيفاش جا شوفوا بزاف يجي بنين جربوه ما تندموش هكذا ونطفو عليه ونطفو عليه البنات وخلوه يزيد يتشرب في المرقة تاعو مع الاخر كيما راكم تشوفوا البنات هاو سباغيتي تاعنا طام موجد تاع تمتم شوفوا ديرو من فوق شي فورمات شيدار يعني تزين كل واحد يحب يزينو كيما يحب والبنة ما نحكيكمش ان شاء الله تجربوه وترجعوا لي بالخبر شوفوا كيفاش يجي ما يجيش معجن شوفوا كيفاش يجي يعني مزربع يجي روعه يعني ننصحكم تجربوه ان شاء الله البنات تجربوه تعطوني رايكم في التعليقات وما تنساوش تابوني عندي في لاباج
وديروا لي جيم ولا عجبكم الفيديو وتزيدوا تدعموني ان شاء الله. والى يعني الى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.